السلام عليكم. إذا في إطار مراجعة بعض الدروس المقررة الأسدس الثاني لمستوى الثالثة إعدادي أو الثالثة ثانوي إعدادي، نقترح درس الوزن والكتلة. إذا بالنسبة للوزن والكتلة سنتعرف على مفهوم وزن الجسم. إذا المقصود بوزن الجسم القوة التي تطبقها الأرض على هذا الجسم. رأينا سابقا أن القوى تنقسم إلى أصناف، منها قوة تماس موضع وقوة تماس موزع وكذلك قوة عن بعد. إذا نصنف وزن الجسم مع القوى عن بعد، يرمز دائما لوزن الجسم ب P وتحمل سهما، إذا نقول متجهة P. إذا وزن الجسم كباقي القوى له أربع مميزات. إذا سنتعرف على مميزات وزن الجسم من خلال هذه الصفحة. إذا أول مميزة هي نقطة التأثير. إذا قلنا وزن الجسم عبارة عن قوة عن بعد، وبالتالي نقطة التأثير ستكون هي الجي مركز ثقل الجسم. إذا الجي مركز ثقل، هذه النقطة تنطبق مع المركز الهندسي للجسم، ولكن بشرط أن يكون الجسم متجانسا، يعني يتكون من نفس المادة ويكون له شكل هندسي بسيط، أي كرة، مكعب، متوازي مستطيلات، أسطورة إلى غير ذلك. إذا في هذه الحالة وفي هذا المثال نعتبر كرة متجانسة، وبالتالي نقطة التأثير تكون هي الجي مركز الثقل، يرمز لنقطة التأثير بالجي أو ماجيسكيو. إذا نمر المميزة الثانية هي خط التأثير. إذا عندما نقول خط التأثير فدائما نبحث عن المستقيم. إذا في هذه الحالة المستقيم هو الرأسي أو المستقيم العمودي أو كذلك الشاقولي والمارجن جي، وبالتالي خط التأثير وزن الجسم سيكون المستقيم الرأسي المارجن جي، يعني نبغي نرسم خط التأثير فنرسم المستقيم الرأسي والمارجن النقطة جي بهذه الطريقة. ثم المميزة الموالية المنحى. إذا نعلم جميعا أن جميع الأجسام تسقط بشكل رأسي ودائما نحو الأسفل، لذلك منحى هذه القوة دائما من جي مركز الثقل نحو الأسفل. ثم الشدة. إذا رأينا سابقا أنه لقياس شدة قوة نستعمل جهاز يسمى الدينامومتر، يرمز لشدة القوة بحرف اللاتيني. إذا في هذه الحالة نستعمل الرمز P ولكن بدون سهم، ويرمز أو يعبر عن هذه القوة بوحدة نيوتن ويرمز لها بN. إذا بعد معرفة مميزات وزن الجسم لابد من تمثيل وزن الجسم. إذا نمثل وزن الجسم بمتجهة P حيث يكون. إذا لتمثيل وزن الجسم ضروري أصل المتجهة يجب أن يكون هو نفسه مركز الثقل جي، ثم حامل المتجهة هو المستقيم الرأسي المارمين جي، يعني نتحدث عن متجهة أصلها جي وحاملها المستقيم الرأسي ومنحاها نحو الأسفل، وكذلك منظمها يتناسب مع شدة وزن الجسم، وبالتالي نرسم دائما متجها من جي وفق المستقيم الرأسي ونحو الأسفل. إذا طول المتجهة يجب أن يتناسب مع شدة الوزن. إذا بهذه الطريقة نمثل وزن الجسم ونكسب دائما بهذا الشكل. إذا طبعاً الحل التمثيلي وزن الجسم لابد من اختيار سلم مناسب لكي ننتقل من ب بالنيوتن إلى التمثيل بالسنتيمتر. نعم. إذا بعد معرفة مميزات وزن الجسم وتمثيل وزن الجسم لابد من التمييز بين الوزن والكتلة. لاحظوا جيداً. إذا بالنسبة للوزن، أبدأ بالوزن. نعلم جيدا انه الوزن او وزن الجسم هو قوه تطبقها الارض على هذا الجسم. لقياس شده الوزن نستعمل الدينامومتر كما هو موضح في التبيان. اما الكتله
الكتلة مقدار قابل للقياس، رمزه أم وحدته الكيلوغرام، ولقياس نستعمل الميزان. كتلة جسم عبارة عن مقدار ثابت لا يتغير حسب المكان والارتفاع. إذن في هذه النقطة لابد من الإشارة إلى خطأ شائع يرتكب كثيرا. ففي بعض المنتجات الغذائية نجد مثلا مصطلح الوزن الصافي، مثلا بعض المواد المعلبة أو بعض المنتجات نجد الوزن الصافي 2 كيلوغرام مثلا. ففي هذا المصطلح عندما نقول الوزن، فالوزن المقصود به هو قوة، فلا يمكننا التعبير عن القوة بوحدة الكيلوغرام. إذا الوزن قوة تطبقها رمزها ب، وشدتها شدة الوزن يتم قياسها بالدينامومتر. إذا لا علاقة للكيلوغرام بهذا الأمر. ففي هذه الحالة الكيلوغرام هي وحدة الكتلة، وبالتالي يجب تغيير أو لإصحاح هذا الخطأ لابد من تغيير مصطلح الوزن بالكتلة، وهكذا نعبر عن الكتلة لهذا المنتوج بالكيلوغرام. إذا المعلومات التي رأينا لحد الآن تفيد أن الوزن ليس هو الكتلة نهائيا، ولكن السؤال المطروح ما العلاقة بين الكتلة وشدة الوزن ب؟ إذا هنا عندنا مقدارين مهمين جدا، المقدار الأول هو كتلة جسم، ثم المقدار الثاني هو شدة الوزن. إذا للتوصل العلاقة بين أم الكتلة و ب شدة الوزن نجد التجربة المبينة في التبيان التالية. إذا في هذه التجربة سنستعمل كتلة معلمة، كتلها معروفة. نعلق في كل حالة كتلة معلمة إلى الدينامومتر ونسجل شدة القوة. سنملأ الجدول. إذا الخانة الأولى سنضع أو سنكتب كتلة الجسم، طبعا سنحولها إلى الكيلوغرام. ثم الخانة الثانية سنضع شدة وزن الجسم اعتمادا على جهاز الدينامومتر. مثلا عندما نعلق إلى الدينامومتر كتلة معلمة 100 جرام، يعني 0.1 كيلوغرام، فجهاز الدينامومتر يشير إلى الشدة 1 نيوتن. عندما نعلق كتلة معلمة 200 جرام، فجهاز الدينامومتر يعطينا الشدة 2 نيوتن، وهكذا. عندما نستعمل كتلة معلمة 400 جرام كما هو مبين في التبيان بالضبط، يعني 0.4 كيلوغرام، فجهاز الدينامومتر يشير إلى الشدة 4 نيوتن. إذا للتوصل العلاقة بين M و P سنحول نتائج الجدول أو النتائج المحصلة في الجدول إلى ميزان. إذا على محور الأفاصل نضع الكتلة M بالكيلوغرام، على محور الأراتيب نضع شدة الوزن P بالنيوتن. سنقوم بتدريج المحورين ثم نرسم المنحنى المحصل عليه. إذا بعد ملاحظة المنحنى سنجد أننا حصلنا على دالة خطية. الدالة الخطية يعني حصلنا على مستقيم يمر من أصل المعنى. إذا في هذه الحالة عندما نحصل على مستقيم يمر من أصل المعنى، فالدالة الخطية المحصل عليها نكتب صيغتها كما يلي: f x يساوي a x في x، مع العلم أنه بالنسبة لنا f x هي P و X هو M الكتلة بالكيلوغرام. إذن A يسمى معامل الدالة، وفي نفس الوقت نسميه الميل أو المعامل الجهة المستقيم. يتم حساب هذا الميل A ب F X قسمة X. إذن في الحالة ديالنا سنقوم بحساب هذا الميل، وبالتالي كما رأينا سابقا ف P تساوي A هذا الميل أو المعامل الموجه في M في الكتلة، ومنه A تساوي P على M تطبيق عددي. سنأخذ زوج الإحداثيات من الجدول أو من الميديان، فنأخذ مثلا 0.2 كيلوغرام كتلة، ثم الرطب الموافق هو 2 نيوتن. إذن
نكتب 2 نيوتن قسمة 0.2 كيلوغرام، والنتيجة المحصل عليها هي 10 نيوتن على كيلوغرام. السؤال المطروح الآن، ما اسم هذه ثابتة وماذا تعنيها 10 نيوتن على كيلوغرام؟ إذن من خلال ما سبق تتناسب شدة الوزن ب مع الكتلة ان أ لقينا 10 نيوتن على كيلوغرام، نسميه معامل هذا التناسب. إذا نعبر عن هذا التناسب بالعلاقة ب تساوي ام في جي، فنعوض أ بالرمز الحقيقي والقيمة الحقيقية جي. إذا جي تسمى شدة مجرة الثقالة وحدتها نيوتن على كيلوغرام. إذا جي تتعلق بشدة جاذبية الأرض، هذا يعني أنها تتغير من مكان إلى آخر، والأهم أنها تتغير حسب الارتفاع، وكذلك تتغير من كوكب إلى آخر. إذا نمر إلى المثال التالي. إذا على سطح الأرض كل كيلوغرام من جسم ما فهو يخضع لعشرة نيوتن. عشرة نيوتن هي شدة القوة التي تطبقها الأرض على هذا الكيلوغرام الواحد. فنقول أن جي تي يعني شدة المجال الثقالة الأرضية هي 10 نيوتن لكل كيلوغرام، يعني كل كيلوغرام يخضع لقوة شدتها 10 نيوتن. على سطح القمر نفس الكيلوغرام الواحد يخضع فقط 1.6 نيوتن، وبالتالي ستكون شدة مجال الثقالة على سطح القمر هي 1.6 نيوتن على كيلوغرام. بالنسبة لسطح كوكب المريخ مثلا، فكل كيلوغرام يخضع 3.8 نيوتن، وبالتالي شدة مجال الثقالة على سطح كوكب المريخ ستساوي 3.8 نيوتن على كيلوغرام. إذا سنقوم بتمارين تطبيقي، نقرأ التمارين. إذا نعتبر جسما صلبا اس معلقا إلى دينامو متر كما يبين الشكل جانبه. إذا نعتبر جسم صلب اس سنعرفه إلى ديناموميتر. أولاً أجرد القوى المطبقة على الجسم S. ثانياً حدد مميزات وزن الجسم S. ثالثاً مثل بسلم المناسب وزن الجسم S. رابعاً احسب كتلة الجسم S، نعطي جت يعني شدة مجرى الثقالة على سطح الأرض تساوي 10 نيوتن على كيلوغرام. خامساً احسب شدة وزن الجسم S على سطح القمر، علما ان شدة مجرى الثقالة القمرية هي جي ال تساوي 1.63 نيوتن على كيلوغرام. اذا نمر للسؤال الاول، جرد القوى. اذا قبل البدء بجرد التأثيرات الميكانيكية او جرد القوى، لابد من تحديد المجموعة المدروسة. اذا اولا المجموعة المدروسة إذا نكتب المجموعة المدروسة دائما بين لامتين الجسم S. إذا بعد تحديد المجموعة المدروسة نقوم بجرد القوى ونبدأ بقوى التماس. إذا قوة التماس هنا هي تأثير دينامومتر على الجسم S، سنرمز لهذه القوة بF. دائما رمز القوة F يحمل سهما، ونكتب تأثير الدينامومتر على الجسم S. ثم قوة ثانية هي قوة على البعد، وهي التي تحدثنا عنها قبل قليل، هي وزن الجسم. إذا يخضع الجسم S لتأثير الدينامومتر عليه ويخضع لوزنه، عندما نقول يخضع لوزنه أي تأثير الأرض عليه. إذا يرمز لي وزن الجسم دائما بالبي، ونكتب مباشرة وزن الجسم S. انتهينا من جرد القوى. إذا نمر للسؤال الثاني، حدد مميزات وزن الجسم S. إذا مميزات وزن الجسم S كما رأيناها في الدرس. إذا المميزات، إذا مميزات الوزن لابد من تذكير المميزات دائما. نقطة التأثير، ثم خط
التأثير ثم المنحة وأخيرا المميزة الرابعة الشدة. إذا دائما نقطة التأثير لا تتغير، دائما جي مركز ثقل الجسم اس، خط التأثير كذلك المستقيم الرأسي أو العمودي المار من مركز أو نقطة التأثير جي. المنحة دائما من جي نحو الأسفل، ثم الشدة يتم قياسها بالديناموميتر مباشرة سنسجل بي تساوي من خلال التبيانة 2 نيوتن. نمر السؤال الثالث، مثل بسلم المناسب وزن الجسم اس. اذا لتمثيل وزن الجسم سنستعمل بطبيعه الحال المسطره وقلم رصاص، ثم نحدد السلم. اذا لدينا بي في هذه الحاله تساوي 2 نيوتن، اذا افضل سلم نستعمل هنا 1 سنتيمتر نمثل به 1 نيوتن، ثم نمثل وزن الجسم انطلاقا من مركز الثقل جي للجسم المدروس نحو الأسفل بسنتيمترين، إذا السنتيمتر الأول السنتيمتر الثاني، إذا نحصل على متجهة بي نسميها تمثيل وزن الجسم، نكتب بي بجانب التمثيل. رابعا احسب كتلة الجسم اس، نعطي شدة مجال الثقل. إذا في هذه الحالة سنطبق العلاقة بين الكتلة وشدة الوزن. إذا رابعا لدينا معطيات لغادي نسجلو من التمرين هي بي شدة الوزن تساوي 2 نيوتن و جي ال تساوي 10 نيوتن على كيلوغرام. إذا لم يطلبنا هو حساب الكتلة ان. إذا لدينا من خلال العلاقة التي رأينا في الدرس بي تساوي ام في جي، إذا ام تساوي بي قسمة جي، تطبيق عددي ام تساوي، إذا نعوض بي جوج نيوتن، نعوض جي القيمة 10 نيوتن، ونحصل على 0.2 كيلو جرام أي 200 جرام. خامسا نقرأ جيدا السؤال، احسب شدة وزن جسم اس على سطح القمر، علما أن شدة مجال الثقل هي 1.6 نيوتن على كيلو جرام. إذا لحساب شدة الوزن نحتاج الكتلة ونحتاج شدة مجال الثقل. إذا شدة مجال الثقل من المعطيات جي ال تساوي 1.63، بقي لنا استنتاج الكتلة. إذا رأينا في الدرس أن الكتلة مقدار لا يتغير حسب المكان والارتفاع، وبالتالي جسم على سطح الأرض كتلته 0.2 كيلوغرام، ستبقى الكتلة هي نفسها على سطح القمر، وبالتالي سنستعمل هذه القيمة لحساب شدة وزن الجسم بطبيعة الحال بي ال على سطح القمر. إذا لدينا بي ال تساوي ام، قلت نفس الكتلة في جي ولدينا هذه المرة جي ال تساوي، إذا كتستطيع عددي بالنسبة لام لم تتغير القيمة هي 0.2 كيلوغرام في جي ال 1.63 نيوتن على كيلوغرام، بإنجاز العملية سنحصل على 0.32 نيوتن. لاحظوا جيدا، إذا على سطح القمر يخضع نفس الجسم لقوة شدة 0.32 نيوتن، وعلى سطح الأرض يخضع نفس الجسم لقوة شدتها 2 نيوتن، وبالتالي شدة الوزن مقدار يتغير كذلك من مكان إلى آخر.
شكرا على التفاعل.